واحنا بنتكلم عن الفرص وعن التمكين للفئات المختلفه في المجتمع. تقريرنا اللي جاي عن زوجه وام من محافظه القاهره عندها هوايه في فن اعاده تدوير المخلفات. موضوع اعاده تدوير المخلفات ده مهم جدا جدا وداخل ومتقاطع بشكل كبير مع مشكلتنا البيئيه اللي هيقام ليها خلاص كمان ايام مؤتمر كوب 27 وتغييرات المناخ اللي بتاثر على حياتنا كلنا على الكوكب ده. زائد كمان موضوع ان احنا نتخلص من الاشياء غير الضاره ان احنا نستغلها اقتصاديا كمان. فالحقيقه ان صاحبه هذه القصه عندها الموهبه دي من وهي صغيره من المرحله الاعداديه بتستخدمها في انتاج قطع فنيه وديكورات مختلفه. كمان الموضوع طور معاها وتمكنت اكتر من موهبتها وقدمت ورش عمل مجانيه قدمت فيها علشان تتعلم الفن ده وتصبح واحدة من سيدات مصر المنتجات وتقدر توفر لنفسها وتأمن لنفسها دخل. خلينا نعرف إيه حكاية تدوير المخلفات معاها تحديدا من خلال تقرير زميلتنا رانيا ناصر. فكرتي بدأت من وانا صغيرة، كنت بحب اي حاجة اعمل لها اعادة تدوير، وكنت بحب ساعات الملابس كنت بعمل لها اعادة تدوير لاطفال العيلة. واحدة واحدة الموضوع حبيته وبقيت اعمل اكسسوارات بنفسي، اي حاجة تخص الهاند ميد كنت بحبها، لغاية ما جيت اتجوزت ووقفت بقى نشاطي في الهواية دي شوية. وبعد كده رجعت لها تاني، بقيت ابتديت في حاجات نفسي فيها اعملها ديكورات حاجات كده، فابتديت اعمل لها اعادة تدوير للحاجات اللي ممكن نرميها زي الازايز البرطمانات الحاجات دي. الخامات اللي انا بستخدمها زي الخيش مثلا، مسدس الشمع ده اساسي في الشغل معايا، او الغيره البيضاء، بستخدم ساعات عواد الخشب بتاعه الشوي، بستخدم القماش القديم ممكن نقفل بيه حاجه، بستخدم الدهانات كمان ممكن استخدم الدهانات البلاستيك او الورنيش المائي. الحاجات المنتجات اللي ممكن اطلعها ممكن اطلع فازه بسيطه مثلا، ممكن اطلع منظم للبيت، ممكن حاجة زي الباف كده مثلا نعمله من عجلة عربية، ممكن ترابيزة، يعني حاجات بسيطة كده بس بيبقى ليها قيمة في البيت. وممكن نشوف منتج بره في مكان ما ويبقى غالي شوية مش قادرين عليه، فممكن احنا نعمله بطريقتنا ونبقى وفرنا على نفسنا فلوس. المراحل اللي بنبتدي بيها شغلي، ممكن لو لقيت مثلا علبة بلاستيك قديمة ممكن اعيد تدويرها ازاي؟ بجيب مثلا دهان بلاستيك وابتدي ادهنها واشتغل عليها ديكوباج بالمناديل الورقيه او الورق، نقطع صوره مثلا والزقها عليها بالغيره البيضه وبتدي شكل جمالي ومختلف. ممكن لو كرتونه مثلا عيد تدويرها لمنظم للبيت باستخدام الخيش مثلا ومسدس الشمع بنقفلها بيه، حاجات بسيطه. اهميه اعاده التدوير هو اهميه لينا احنا، توفير لينا لفلوسنا، وحاجه بنشغل فيها وقتنا وطاقتنا، وفي نفس الوقت حاجه بنحافظ بيها على البيئه. وطبعا انا سعيده اللي فيه مؤتمر قمه المناخ يحصل قريب ان شاء الله، ودي حاجه كمان بتشجعني ان انا اكمل في الفكره بتاعتي. والحمد لله بنعمل مبادرات عن الموضوع ده، اللي احنا نشجع الناس ازاي يحافظوا على البيئه وازاي يعيدوا استخدام اعاده المخلفات ويطوروها بشكل مختلف ويصنعوها لمنتج مختلف جديد يستفيدوا بيها ويوفروا على نفسهم فلوس ويوفروا على الدوله كمان التخلص من الكمامه اللي بتترمي في الشارع. حلمي ان انا اساعد كل سيده وسيدات المعيله خاصه ان هم يقدروا يبداوا بمشروع صغير من البيت يقدروا يساعدوا بيه نفسهم.